وللمزيد حول استمرار الأزمة السياسية في تونس في ظل حملة اعتقالات طالت كل أطياف الشعب، ينضم إلينا عبر سكايب من تونس العاصمة الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الأمين البوعزيزي. أستاذ الأمين، مرحبا بكم. أسماء من ضمنها خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، كمال اللطيف وغيرهم الكثير تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية، ولكن السؤال المطروح هنا: ماذا يريد الرئيس التونسي قيس سعيد من اعتقال كل أطياف المجتمع التونسي؟ ما الغرض من وراء كل ذلك؟ مرحبا سيدي. هو يعني في الحقيقة توقيت هذه الحملة المروعة التي طالت كما قلتم يعني إعلاميون، نقابيون، ساسة، مدونون، يعني محامون، قضاة، من لم يبقى في المجتمع يعني تقريبا لم تطله حملة الاعتقالات العشوائية كما قلتم، أتت بعد ثالث يعني احتكام إلى الشعب. هو عندما انقلب ذات 25 جويلية 2021 قال: أنا بتفويض شعبي. وتابعتم يعني ككل الفضائيات في العالم، يعني الاستشارة لم تتجاوز 5%، الاستفتاء لم يتجاوز 25%، والانتخابات لم تتجاوز 11%. وهذه الأرقام هي أرقامه هو، أرقام اللجنة الانتخابات المعينة من قبل سلطات الانقلاب. أمام هذه العزلة الشعبية العارمة، أمام انفضاض حتى من ناصروه من القوى يعني السياسية التي كانت معه أو يعني الشخصيات العامة، لم يبقى له إلا الظهور بوجهه يعني الحقيقي. هذا ظهر من داخل الثكنات ويتوعد بتتبع أي قاضي أو محامي يدافع عمن يعتقلهم بهذا الشكل يعني الوحشي أو هذا الشكل المروع. هو الآن يجسد ما قلناه بعد دقائق الأولى من إعلان بيانه الأول، ساعة كانت دباباته تحت البرلمان. يعني هذا هو الوجه البشع للانقلاب. بقي كما قلتم السؤال، يعني هل بهذا يريد معناها إرساء نظام ديكتاتوري؟ الديكتاتوريات دائما عندما تنفذ مشاريعها تشتغل على جهة واحدة، لكن هذا يعني يضرب الجميع. لا أعتقد صحيح المجتمع الآن يعني المشهد السياسي والنقابي والكل في حالة بهتة يعني لهذا الهجوم المروع، لكن لا أعتقد أن ستستقر له الأمور، على اعتبار أن الناس على مدار 10 سنوات يعني تقريبا يعني ذروة الحريات منها السياسية. لا أعتقد أن يعني ما جرى في الساعات الأخيرة كفيل بأن يستتب الأمر، خصوصا ما كنتم تقولونه، يعني حالة عزلة دولية، حالة يعني شلل اقتصادي مروع. هناك عزلة دولية أستاذ الأمين، إذا كانت تونس والشعب التونسي غير راضي عن أفعال سعيد، ولكن على ماذا يتعكز قيس سعيد بإجراءاته الأمنية؟ أقصد هنا الاعتقالات، على من يتعكز في ذلك؟ هي الأخي هو يعني تقريبا عندما استنجد بالثكنات الأمنية، يعني تقريبا هو لم يبق له، أنا دائما أقول ليس له أي غطاء أخلاقي أو أي غطاء سياسي، ليس بيديه إلا القوات المسلحة يعني الداخلية، يعني معناها جهاز الأمن هو الأداة الوحيدة التي في يده اليوم لتنفيذ كل ما يبقى. يعني شعب أعزل، معارضة ديمقراطية منها عزلة، يستقوي عليها بقوة السلاح. حتى الدستور الذي كتبه نراه لا يلتزمه، حتى الانتخابات التي أجراها انتظروا الأيام القادمة، لن يدعو برلمانه إلى الانعقاد. أستاذ الأمين، هل هناك خط جامع للمعارضة التونسية لمواجهة هذه الانتهاكات التي يرى المراقبون خاصة الكتاب الصحفيون أن تونس قد أعيدت إلى ما قبل الثورة؟ نعم أخي، هو المناخات هذه الأيام هو ما قبل الثورة، يعني نعم نحن هذه الأيام نعيش ما قبل يعني الثورة. البصمات الترويع والاعتقالات ما نسميها في تونس معناها بالمناخات النوفمبرية، يعني زمن 7 نوفمبر يعني نظام بن علي. الطريف أنه يعني هذه المعارضات التي
يعني كفرت بالحريات السياسية وأسمت عشرية الحيوية السياسية بالعشرية السوداء، ربما معناها العصا كما يقال باللهجة التونسية، إذا لم تجمعهم القناعة بالديمقراطية فستجمعهم هذه الضربات المروعة. يعني قبل الاعتقالات الأخيرة، الأستاذ عصام الشابي وهو الأمين العام للحزب الجمهوري كان في تحالف نسميه التحالف الخماسي، يعني هذا يعني من تحالف رفض الالتحاق بأكبر جبهة سياسية مقاومة الانقلاب اللي هي معناها جبهة الخلاص الوطني التي ولدت من رحم مواطنون ضد الانقلاب. يعني بدأت يعني ترتخي قبضة المقاطعة، يعني الأطراف السياسية لبعضهم. الاتحاد العام التونسي للشغل في قادم الأيام يعد لتظاهرة يعني في الشارع، يعني في العاصمة كبيرة جدا. أعتقد أن الأيام القادمة أمام هذه الضربات الموجعة ستتوحد هذه المعارضات التي رفضت الالتقاء يعني تحت سقف الديمقراطية، ستلتقي يعني تحت سقف الترويع البوليسي المروع في البلاد هذه الأيام. على ذكر الترويع أستاذ الأمين، هناك من يقول إن سقوط قيس سعيد ربما ستتجه تونس إلى الفوضى، ما رأيك في ذلك؟ أخي الفاضل، يعني لا أخفيك، هذا البلد يعني إن أردت أن ننطلق من المجتمع، هذا المجتمع خال تماما من كل ما يسمى يعني طوائف. 90% يتكلمون العربية، 90% هم على مذهب واحد يعني المذهب معناها المالكي، نعم 90% يحسون أنهم عرب، يعني وحدة مجتمعية متماسكة جدا. تونس تعرفها في مساحتها صغيرة جدا، يعني هذا معناها من جانب الآخر الجيش والداخلية قوات نظامية منضبطة متماسكة، يعني لا في كتائب ولا في اختراقات ولا في أي شيء. يعني حديث الفوضى يعني ريتوه استنجد به علي عبد الله صالح، استنجد به القذافي، استنجد به الطغاة يعني دائما للتخويف من معناها قلعهم يعني من كراسيهم. لا، الفوضى الوحيدة هو ما نعيشه هذه الأيام. حضور الانقلاب هو الفوضى العارمة في تونس، لكن زواله هو عودة المجتمع إلى حقيقته وإلى طبيعته وإلى تماسكه. ولكن أستاذ الأمين، يعني ما مدى قدرة قيس سعيد على الاستمرار في الحكم في ظل يعني رفض كل التيارات السياسية والشعبية لسياساته الاقتصادية وحتى الاجتماعية؟ هو أخي هو يظن يعني معناها تقريبا منذ حكمه، يعني منذ 2019 نعم كل خطاباته يعني خطابات معارض وليس خطابات من يحكم، على اعتبار يعني ما تعرفون دستور الثورة حد من صلاحيات النظام يعني الرئاسي. بعد الانقلاب أصبح أميرا حاكما بأمره، الحكومة موظفون، كل الإدارات كل الوزراء أصبحوا تقريبا مكلفون بمهمة، يعني هو الذي يسطر كل شيء، أمسك بكل شيء فأفلست البلاد أكثر. ماذا بقي له ليشد الناس؟ هذه الجعجعة متاع الخونة، يعني كنا نحن نقاومه ديمقراطية في مواجهة استبداد يعني وانقلاب، وهو يصر على يعني ما يرفعه كل الطغاة، وطنيون في مقابل خونة. يعني قاطعه الشعب التونسي بنسبة 90% فقال لا يعنوني، أنا شعبي هم هؤلاء ال 11%. وبالتالي يعني ما يفعله هي ورقته الأخيرة وليس الأول وليس الأخير. من اعتمد دائما يعني كما يقال أن الوطنية هي يعني ملاذ المستبدون لاستباحة شعوبهم، ليقضي على كل الطبقة السياسية، ليقضي على المحامين والقضاة كما يفعل هذه الأيام، سيبقى وجها لوجه أمام شعبه في قادم الأيام عندما يعجز أنه يوفر يعني مرتبات الناس وأنه يوفر الزيت والحليب والخبز يعني إلى الناس أستاذ الأمين، حتى ولو على الطبقة السياسية. في طور كل ما تحدثنا بشأنه، لماذا لا تكون هناك ثورة شعبية لإسقاط سعيد كما أسقطتم من قبل زين العابدين بن علي؟ ما الذي يمنع ذلك؟ أخي أنا مخاطبكم يعني أستاذ تاريخ، نعم الثورات ليست قرار، يعني الثورات يعني
تخمر طويل جدا. المنظم والقرار يعني ما يأتي يعني بتخمين هي الانقلابات، مثل ما هو خمن وقام بانقلاب، لكن الثورات يعني دائما هي يعني حالة تراكم معارك كمية، وفي لحظة ما تتحول إلى حالة نوعية يعني نسميها ثورة. وهكذا اللي تم يعني تقريبا أستاذ في ظل الدولة المسمات الوطنية، يعني الدولة ما بعد الاستعمارية، من 56 انتفاضات كبرى، 78، 84، 2008، 2010 كانت يعني الثورة. ويعني في كل المجتمعات معناها من كلش الحديث، لا أحد يكذب عليك اللي يقول لك أنه يستطيع أن يتنبأ يعني بالثورة. يعني التاريخ يعني هل تنتظرون سنوات للقيام بالثورة أستاذ الأمين؟ هل تنتظرون سنوات؟ أنا أخي يعني ممكن أقول لك يعني متفائل العقل، متفائل الإرادة، متشائم العقل. أنا لا أعتبر الثورة التونسية انتهت، هي في حالة انتكاس، لكن يعني تقريبا الناس ما زالوا غير مستوعبين أن كل شيء انتهى، واستتب لهم يعني استتب الأمر إلى هذا الانقلاب أو غيره. لا أعتقد أن الثورة التونسية يعني سقطت كلها يعني كبوة، وستحصل الاستفاقة وقريبا جدا أيضا. أستاذ الأمين، هذه الاعتقالات هل أثرت على رضا الشباب التونسي على النظام الحاكم لتونس خاصة في الوقت الراهن؟ أخي الفاضل، الشعبوية دائما تشتغل على البلاهة، يعني هذه الأيام أمراني يعني تزامن مع بعضهما. حملة مروعة ضد أشقائنا أفارقة جنوب الصحراء يعني جندت جزء كبير من يعني البلهاء الذين يعتقدون أن سبب كوارثهم هو بضعة آلاف من تقطعت يعني بهم السبل. والأمر يعني الثاني أيضا أن هؤلاء الساسة يعني والنقابين كلهم خونة، وواجب سحلهم في الشوارع، يعني تعبئة فاشية تستهدف غرائز الناس ولا تتجه يعني إلى العقول، حالة من الجنون العارم يعني. لكن عندما يعودون إلى بيتهم ولا يجدون يعني ما يأكلون، التعبئة الفاشية، التعبئة يعني الغرائزية قد تنفع لشهر لاثنين، لكن أنا دائما أقول هذا قدافي مفلس. يعني هذه الحركات الاستعراضية أمام إفلاس مالي لا يمكن أن الناس يعيشون بها طويلا. يعني أستاذ الأمين، في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، برأيكم وأنت أستاذ تاريخ وقرأتم الكثير من التجارب للشعوب العربية وخاصة أيضا العالمية، ما المطلوب من المعارضة الآن؟ هل ستغير من استراتيجيتها لمواجهة قرارات الرئيس قيس سعيد، خاصة ما يتعلق بالأمن والاقتصاد؟ تماما أخي، كما قلتم يعني في المنطقة العربية التي يعني عرفت نظم، إما نظم أميرية أو إما نظم عسكرية، شوهت وأعاقت يعني نشأة أحزاب والانغراس داخل المجتمع، بقيت أحزاب نخبوية يعني. لكن هذا لا يسقطنا في نظرية الإرجاء التي يروجون لها، يعني إرجاء أن الظروف غير مواتية للديمقراطية وشيء من هذا القبيل. لا، المطلوب الآن تلك المقولة الجرامشية التي ما زالت صالحة وراهنية إلى حد هذه اللحظة، كتلة تاريخية، هذه الأحزاب تعمل من الضعف قوة كما يقال، تبني على المشترك الوطني، ما يوحد هذه الأحزاب وما يجعلها تلتقي أكثر مما يجعلها يعني تتنافر. ساعة يدركون، هم جربوا سادي، هم جربوا الدكتاتورية قبل الثورة، جربوا عشرية من الحريات السياسية وفعلوا ما لا يتخيلوا. النقابات التي يعني سمت العشرية بالعشرية يعني السوداء هي عشرية الردح النقابي، هذه الأيام مهددون بالسحل يعني والمحاكمات، وبالتالي سيبنون على المشترك في قادم الأيام. المشترك الوطني هو الترياق للخروج من هذا القوس. عبر سكايب من تونس العاصمة الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الأمين أبو عزيزي، شكرا جزيلا لكم.